الجيش ما كانش هو بقى اللي هو دلوقتي. انا يعني تصرفاتي كلها غريبه عليه. الجيش هو الدرع الوكيل لبلدنا وطننا. هو البلد نصبر لما الجيش اول بلد اول نصبر يا جماعه. احنا من غير الجيش ما يبقاش في امان ابدا. وازاي السفيره الامريكيه تقول للمشير سلم؟ يسلم لمين؟ يعني احنا كلنا جايين من ورا الجيش. ازاي احنا من غير الجيش ولا حاجه؟ احنا الجيش والشعب ايد واحده. احنا عايزين شفيق. احنا ما بنبطش فلوس. معظم دول الجيش ما حرمناش ولا قالنا ننزل ولا حدش حرمنا علينا ننزل. معظم الدول العربيه محتله الا مصر. مصر ما فيش فيها قواعد امريكيه. مصر ما فيش فيها صواريخ امريكيه. مصر هي 73 معركه الكرامه معركه الشرف. اللي يكره الجيش خاين. انا اخويا مات في 73. ابني مجند في الجيش. احنا من الجيش واحنا ورا الجيش. احنا وراك يا مشير. مشير على بركة الله. الجيش والشعب ايد واحدة. رسالة مهمة ليهم كلهم. دي رسالة مهمة ان جيتوا كده ليهم كلهم. اولا احنا ما عندناش اعلى كل اللي لابس كده اهو الحرية. بعدين هم اللي بيبعتوا لهم الشعب يريد احمد شفيق. هنقول كل الناس بتقول حاجه واحده بس ان احمد شفيق هو رئيس البلد اللي جاي. هتتقبلوا النتائج ايا كانت؟ ايا كانت طبعا. صورني خمس اضعاف اللي كان في التحرير. 100% الاغلبيه العظمى من الشعب المصري مستفز من كل اللي بيحصل في التحرير. وتقريبا سكان الكنبه زي ما بيقولوا هينزلوا دلوقتي اخيرا في الشارع. وانت انا واحد منهم. ايه؟ تقول ايه النهارده؟ عشان اللي بيحصل في التحرير ده ما ينفعش. بيبقى شعورك ايه وانت بتسمع اطفال صغيرين بيشتموا في الجيش المصري؟ دم محروق. دم محروق. بيتحرق دمه. ما بقاش مصري. ما كانش كده يقول حد يشتم من الجيش المصري. الجيش المصري ده اللي عملنا. الجيش المصري هي امنا. الجيش المصري هم الرجاله. هم اللي بينصرونا. بيحملوا البلد. الجيش المصري. الجيش المصري. الجيش المصري. الجيش المصري. ده الشعب المصري الحقيقي. الشعب اللي ما قبضش. الشعب اللي مش قادر يتعلم. الشعب اللي جاي من المحافظات. انا جاي يعيش المشير طنطاوي على حسابي وجاي هنا عشان عسكري على روح البطل انور سادات. ما تشكيش في شؤون مصر. ما تتدخليش في شؤون مصر. لا امريكا تتدخل في شؤون مصر ولا قطر تتدخل في شؤون مصر. والشعب المصري قادر على حمايه ارضه من اسرائيل ومن امريكا ومن حلف الاطلنطي. احنا ورا المجلس العسكري. احنا ورا المجلس الاعلى للقوات المسلحه. احنا ورا المجلس الاعلى للقوات المسلحه. احنا مع الجيش. اللي في التحرير دلوقتي كلهم
مصالح شخصية. مصالح شخصية. احنا عايزين مصالح عامة. عايزين مصلحة مصر. عايزين مصلحة الجيش. عايزين مصلحة الشعب. عايزين الناس تاكل عيش. ورانا مسؤوليات. ورانا بيوت. عايزين ناكل عيش والجيش والشعب. احنا عايزين الجيش. هذه الفترة الحالية لقيادة مصر ورؤسة قيادية مؤسسة سياسية دولية هو الفريق أحمد شفيق. حكموا عقولكم يا شعب مصر. دولي يا مصر. مصر لن تسقط أبدا. مصر للمصريين لا للمخربين. مصر للمصريين لن تسقط مصر. لن تسقط مصر. لن تسقط مصر. لن تسقط مصر. قول ايه النهارده؟ قول ايه؟ مبروك لاحمد شفيق ان شاء الله. يسقط عايز اقول حاجه تطلع لو عايز احط رأي ويطلع. طيب فرضا ان احنا جبنا واحد زي الشيخ محمد حسان من الاخوه السلفيين والاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين جابوا واحد يثقوا فيه بمعرفتهم والمشير او من ينوب عنهم ويقعدوا في التحرير اللي هو بالنسبه للبلد هم اللي ماسكين عليه وهو ده الراي الموحد بالنسبه لهم ونقنع بعض ببعض ان التحرير صح وان الاخوان صح. بشارك محمد حسان والاخوان المسلمين يجيبوا حد من طرفهم هم اللي يثقوا فيه والمشير ومن ينوب عنه. ينفع؟ يا ريت. دي امنيه ولو حصلت بين الثلاث اطراف البلد هتهدى. شكرا يا انا عاوز اقول احنا كلنا في ده مصر. في ده مصر والصح يتعمل ان شفيق ده راجل سياسي الاخوان على عينه وعلى راس في الدين اللي هو فرام في الصلاه دي معاك فيها. السياسه ما لهمش فيها. هم عاوزين ايه من مصر؟ عاوزين يخربوها يفرقوها. مصر كلها ايد واحده وكلمه مصر والله مصر كلمه غاليه. كلنا كلنا الفريق شفيق. كلنا شفيق. فريق شفيق. فريق قولي النهارده. قولي ايه النهارده؟ اقول ان الشعب مش عاوز الاخوان ابدا ولا حكم المرشد. احنا ملناش الا الجيش. الجيش والشعب المصري طول عمره. الجيش والشعب المصري طول عمره مع بعضهم. مع الجيش ومع مصر لحد ما كلنا هنموت فيها ومحدش هيقدر يقدر. تردي على السفيره الامريكيه تقول لها ايه؟ اقول لها خليها في حالها. ملهاش دعوه بينا. احنا شعب ما بنحبش حد يتدخل فينا. يعني احنا بنتدخل في امريكا عشان امريكا تتدخل فينا؟ احنا عارفين مصالحنا وعارفين ايه اللي احنا عايزينه. هل هتقبلوا ان امريكا تختار لنا الرئيس بتاعنا؟ لا طبعا. وامريكا اساسا ملهاش دخل بمصر. هم شوفوا روحهم. هم ملهاش الا مصر. دي امريكا قصي دتي على ليبيا قصي دتي على العراق قصي لحد مصر وامريكا هنا لحد مصر. يا امريكا يا اوباما هتدفن فيها هنا. يا جنود امريكا هتدفنوا في مصر. يا جنود امريكا اولادكم هتتيتم. يا جنود امريكا اولادكم هتتيتم ونسوانكم هتترمل. الا مصر. جيش مصر مش جيش مصر بس. الجيش المصري 90 مليون. الجيش المصري 90 مليون. اشتريتوهم بالفلوس. امريكا ما اخطاتش. اللي اخطا ان انت اللي سحب امريكا تتدخل في الشؤون المصريه. مصر كبيره. مصر للكبار فقط. لا يصلح ابدا ان يحكم مصر اي قسم. مصر كبيره لابد ان يحكم مصر. البرادة جاسوس على بعض. ومحمد مرسي والاخوان كلهم مرشدين من امريكا ومن ليبيا ومن ايران ومن كل حته. احنا شعب مصر. انت جاي منين يا
حاج؟ نعم. جاي منين؟ أنا جاي من القاهرة. جاي من سوى الحمد. معاك الحاج محمد. من فين؟ أحترم من ساعتك. لا شرقية. أساسا من الشرقية، إنما أنا جاي أصلا من الزاوية. ونعمل أخلاق السيد الفريق أحمد شفيق. مش عايزين ولا إيه هو؟ جاي من دمياط واخد بالك، وجاي عايزين الاستقرار. كل الناس اللي قدامك دي جاية على حسابها، مش جاية قبضة كل واحد 200 جنيه، كل واحد دافع مواصلاته وأكله وشربه جاي على حسابه عشان الاستقرار. كلنا شفيق كلنا جايين. محمد فيه هو شخصيا كمان جايين لشفيق نرجعه. شفيق واحد غيره. جايين النهارده من محافظة المنوفية احتفالا بالفريق شفيق، هو اللي يصبح رئيسا لجمهورية مصر على الصلة نهائيا بأي المركز العسكري. المنوفية ده محافظة المنوفية تعتبر أعظم محافظة أنجبت العظماء ورجال مصر. المنوفية أولادها أمهم مصر، وبتحافظ على أمها مصر. مصر بلد الجزيرة. أول ما اتفتحت الجبهة قبل بتاعت التكتل وقبل محمد فتحي، الجيش بقاله سنة ونص حمينة يا جدعان. الجيش عمل حونة، باعوا المصر عشان نصلح البلد، عشان خاطر عيالنا. أنا مصري تمام، جيت هنا عشان حاجة واحدة، عشان تراب مصر اللي بنتقابل فيه وبنعيش فيه تمام. النهاردة لا مؤاخذة احنا مفيش حد ايه عندوش وعي، احنا خلاص فوقنا. النهاردة الشعب دوت هو يستحق ان هو يمسك البلد. الجيش والشعب يتوحد. احنا من المنوفية وجينا هنا عشان مصر، واللي راح الجيش يفهم مصر. تلات ارباع اللي في التحرير دول لو راحوا التجنيد او راحوا الجيش كان فيهم قيمة مصر. اقول ان احنا جايين من مصر، احنا النهاردة جايين من مصر. مصر امنا، مصر بدمنا. حاربنا 67 وحاربنا 73، ومهما يكون مين هيجي احنا نحب مصر. عشان خاطر مصر عايزين راجل دولة، احنا نفسنا راجل دولة. مصر تحيا مصر. ايه النهارده؟ يا مصر جاية تأييد لشفيق وتأييد لبلدي. نقول مصر حية برجالتها، مصر مش الإخوان المسلمين، مصر مش ميدان التحرير، شعب مصر مصر يا عم المصريين، مصر هتفضل شعب أهل الخوية وكل العملاء. قول إيه النهاردة؟ قول إيه النهاردة هتعمل؟ مصر دايما عقليتها خبطة وعالية، مش ممكن حد زي الإخوان يطول حبة ربنا. ان شاء الله مصر بلدنا، ربنا ينصرها ان شاء الله. يا رب يا رب احنا ان شاء الله باذن الله ينصرك يا مصر. قول يا حاج يا مصر، وكل خطوه تحيا مصر.
الشعب كله يفهم بقى شويه، وعايزين استقرار، وعايزين نقل البلد تهدى شويه ونبطل شغل التخوين، ونعرف ان كلنا على ايد راجل واحد، ونقف كلنا مع مصر عشان مصر تطلع لقدام. احنا بهدلناها قوي، بهدلناها قوي. هتتقبلوا النتائج ايا كانت؟ ايه هتتقبلوا النتائج؟ انا اتقبل النتائج ايا كانت، ايا كانت، بس ان شاء الله شفيه هو اللي كسبان ان شاء الله. عايزين استقرار مصر يا معاك ياسر دلوقتي، ما عادش يعاون الجيش المصري. خيروا اغناد الارض، خيروا اغناد الارض كما جاء في الحديث، ما ينفعش اخونه ان شاء الله. ارفع جزمه في الشمال. يسكت يسكت حكم المرشد، 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 يسكت يسكت حكم العمالة، يسكت يسكت حكم المرشد. المنوفية، المنوفية، مش الاخوان، هي دي مصر. مصر مش اخوان بس، مصر ناس كتير قوي بتحب مصر اكتر من الاخوان. دول اهل مصر، مش بلطجيه قاعدين هناك، ماشي؟ هم دول المصريين، الاسر، انا ومراتي وامي وامك وكل الناس دي، اخواتنا كلنا، كل دول مصريين. ترد تقول ايه على اللي بيشتموا الجيش المصري؟ مش مصريين، الوكيل فيهم، مش مصريين، انا الوكيل، لان جيشنا ده علو من علونا ورفعته من رفعتنا وعزته من عزتنا، واللي يسقط ويندب سقوطه يسقط هو اسفل سافلين، ويسقط في نار جهنم ان شاء الله. الجيش عمل كتير قوي ولسه بيعمل، وهم مش فاهمين حاجه. اللي ماشيين ورا مرسي دول هم اللي هيجيبوا البلد الحرب، والعيش الجيش طول عمره واقف وقفه رجاله، ويحيى الجيش. حضرتك يا مدام، الجيش ده مصر، احنا موجودين في التحرير مش مصريين، ده الحكم المرشد. نعم احمد شفيع، احنا محافظه المنوفيه جايين مطرح ما السادات اتقتل، والعالم كله عارف اتقتل ليه. شعب المنوفيه اللي بيقولوا عليهم خونه. لا انا جاي عشان اقول مصر، قول يا جماعه، لا هي مرسي ولا شفيق، انا جاي اقول مصر شامخه وصوتها مستحيل. مصر جيش ونيل وازهر وصوتها مستحيل، لا هي لا شفيق ولا مرسي. مصر سينا اللي بتبكي على الحدود، هي دي مصر يا جماعه. انا مش جاي اقول لها للاخوان، انا جاي اقول للجيش. عشان 10 مليون هنحزن من المشير جدا لو ضحى بمصر عشان الاخوان، لو ضحى بسينا بتاعت 67 والاستنزاف. احنا بنقول للجيش احنا وراك، هنتنازل عن اكلنا واوقاتنا وما يديش مصر لحد. كلنا وراك، كلنا وراك، كلنا وراك، امريكا ما تمشيناش، لا لامريكا ولا لاخواننا ولا لاي حد. امريكا ما تمشيناش، اوعى تحط ايديك ولا ولا المشير يسلمنا، ولا المشير يتقايد علينا. امريكا بره، مصر لا تمس، سياده مصر لا تمس.
مشير تبعنا، اوعى تبعنا يا مشير، اوعى وصلها لنا. فاقدين الثقه فعلا، خلي المجلس العسكري يرجع الثقه تاني، خلي يرجع لنا الثقه تاني واحنا وراه هنتمثل على النور والميه والانابيب وهنجوع ونتعرق ومنتكلمناش لحد. والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ويعرف يحكم مصر كويس. غير العرب، غير العرب لسنا سلفيين عارفين ان مصر مش هتتباع. عايزين يبيعوا مصر باللي فيها. معانا في ناس سلفيين، ناس غلابه عايزين نعيش. ولا للتدخل الامريكي، وبقدم بلاغ للشعب الامريكي ضد هيلاري كلينتون. خلي الناس كلها تكره امريكا وشعب امريكا. هيلاري واشتون بقوا اخوان والمي هتتقبلوا النتائج ايا كانت؟ ايا كانت طبعا، بس هو ان شاء الله. شايفين ان الجمع ده النهارده دليل على حب الشعب المصري للجيش وتعظيمه للقوات المسلحه؟ طبعا اكيد بنحب البلد اكتر من اي حاجه، ولا مرسي ولا شايفين. الاعلام المصري الحر يحوش علينا الجزيره. شفيق رئيس مصر وربنا ينصرنا، وبعد شفيق هيدينا الامن والامان والاستقرار باذن الله. شعورك بكم هنا لما بتسمعي حد بيسب الجيش المصري؟ لا طبعا، عايز اموته بعدايا قبل ما اموته بسلاح. اللي احنا فدا الجيش المصري، احنا فدا الجيش المصري، كل مصر فدا الجيش المصري، واحنا مع المشير، احنا مع المشير، احنا مع المشير، مسلمين ومسيحيين مع المشير. هتتقبلي النتائج ايا كانت؟ لا مرسي لا، مش هنقبلها. لا 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 مرسي، لا لا لا. هنحترم نتائج الصندوق، هنحترم نتائج الصندوق، هنحترم نتائج الصندوق، هنحترم نتائج الصندوق. لو في لا 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 اخوان، لا الصندوق، هنحترم نتيجة الصندوق. بس ما بقاش تزوير، بس ما بقاش تزوير. يجي يقول لك لا 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 لا، احنا عارفين من غير رز ولا زيت، اقول كلمه ان الجيش المصري، الجيش المصري خط احمر. ما ينفعش ان انا افصل، بقول افصل الدماغ عن الجسم، ما ينفعش. يعني ايه المجلس العسكري شيء والجيش شيء؟ طب في 73 ما هو المجلس العسكري هو اللي حط خطه الحرب، ازاي نفصل المجلس العسكري عن بقيه الجيش؟ لا يا موزه، انا قول لك عايز زي القمر. هو رئيس مصر هو باشا، هو باشا وابن باشا، اهم حاجه هو باشا. ان شاء الله ان شاء الله الجيش والشعب والشرطه ايد واحده. ان شاء الله احنا جايين لوجه الله، ان شاء الله احنا جايين بنأيد الجيش. الجيش اللي العالم مش فاهمه معنته ايه، الاخوان اللي قاعدين في التحرير دول مش فاهمين معنى الجيش ده ايه، عايزين يخربوا البلد. اهم حاجه ما حدش يهين الجيش بتاعنا ولا حتى يلمس. الشعب المصري اهو، الجيش والشعب.
مصر الموسيقي عند واحد وطن واحد والله ما تفرقنا طول عمرنا الشعب النهارده ايد واحده الجيش والشعب ايد واحده عند المصريين اللي على الحق انطباعك بيبقى ايه لما بتسمعي حد بيسب الجيش المصري لا طبعا لان ده جيش بتاعنا ده هو حمايه هو حمينا هو حمايه توجيهها لشعب مصر كل مصر تنزل كل مصر تنزل عشان خاطر مصر عشان خاطر الجيش مصر عشان خاطر الجيش الجيش مصر عماله في ايدينا احنا مصر بتاعتنا احنا بتاعتنا احنا مصر تحيا مصر احنا 10 مليون مصري 20 مليون احنا 20 مليون يا دكتور توفيق طبعا دكتور اخبار اليوم جاي يا اسكت يا اسكت حكم المرشد 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 والشعب ايد واحده الجيش والشعب ايد واحده وبأيد القانون المكمل للدستور وبأيد احمد شفيق انا جاي من المحله الكبرى ايد المجلس العسكري جاي من المحله الكبرى مفيش مصري يقبل ان رئيس الجمهوريه يكون ولاده امريكان مفيش مصري لا هنا ولا في التحرير يقبل ان رئيس الجمهوريه يكون ولاده امريكان ايران ايران احنا جايين هنا عشان نقعد مع الجيش وجايين مع القضاء وجايين مع سياده الدوله واحنا ضد الارهاب وضد التصرفات الغريبه اللي داخله علينا في مجتمعنا المصري والقضاء على راسنا بتشعري بايه لما بتشوفي حد بيسب او بيهين الجيش المصري ما احنا ما بننسى هو درع وسيف الوطن العربي كله احنا جايين هنا عشان نقول لا كل الناس دي احنا كلنا مصريين واحنا كلنا مع احمد شفيق واحنا عايزين الاستقرار ومين الجيش حضرتك؟ الجيش اخويا، الجيش ابويا، الجيش احنا، احنا الجيش والجيش الجيش مننا، احنا الجيش، مصر الجيش، والجيش مصر. الزراب اللي بيرفع عليه ذهب. طبعا، واللي شايفه المشير هو المصلحة، واللي شايفه المجلس العسكري هو الصح، واحنا ورا المجلس العسكري وورا شفيق. ما هانت، ما هانت على أحد. مصر الكنانة ما هانت على أحد. الله يحرسها. الله يحرسها عطفا ويرعاها مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب ندعوك يا رب ندعوك يا رب ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها ندعوك يا رب أن تحمي مصالحها ندعوك يا رب أن تحمي شعبها ندعوك يا رب أن تحرس شبابها ندعوك يا رب أن تصبر نساءها ندعوك يا رب أن تحفظ أطفالها مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحفظها
عطفا ويرى